التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بروش لازيني وزير الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل مع معالي السيد الكسندر شالينبرغ وزير الخارجية في جمهورية النمسا وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن الجهود المبذولة لحل الدولتين. تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين وسبل تنمية التعاون الثنائي في, في مختلف المجالات خدمة للمصالح المتبادلة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين والقرارات والمبادرات التي اعتمدتها وبحث الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وجهود إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط